ويقول: هل يسجد سجود التلاوة إذا شاهد شخص يسجد لتلاوته دون أن يسمع الآية؟ لا، إذا كان ما هو بيستمع، ما هو يستمع للقرآن يقصد الاستماع فلا يسجد، حتى لو سمع التلاوة وما قصد الاستماع فلا يسجد، إنما السجود في حق القاري والمستمع دون السامع. في فرق بين المستمع والسامع، المستمع يقصد الاستماع، أما السامع ما قصد الاستماع، جاء الصوت وسمعه بأذنيه بدون أنه قصده. نعم.